السلام عليكم ازيكم يا اخوات عاملين ايه اتمنى تكونوا كلكم بخير يا رب طبعا اتاخرنا عليش في الشرحات عشان الاجهزه كانت كان فيها مشاكل وكده والحمد لله اتظبطت تمام طيب في الفيديو دوت جاي اجيب لك شرح ازاي تحمل من الروابط المختصره اللي موجوده على المنصه تمام ان انا ممكن اسيب لك الرابط رابط ممكن اسيب لك رابط تنسخه فانا المره دي سيب لك الرابط تنسخه عشان ما تتعبش في الاعلانات وكده جوه المنصه تمام طيب انت تعمل ايه اول حاجة تعملها تسمي الله وتبدأ معايا الشرح طبعا الشرح دوت مغرض تعليمي وانا مش مسؤول عن اي ش... اي حاجة او اي نشاط يحصل خارج الشرح بتاعنا او خارج المحتوى بتاعنا تمام انت كل حاجة انت تعملها انت هتشيل مسؤوليتها تمام طيب تابع معايا الشرح اول حاجة تحتاج تطبيق منصة طبعا اللي مش محمله الرابط كلها تلاقيها في الوصف او هتلاقيها على التليجرام تمام اللي ما تدخل عن طريق يوتيوب هتلاقي الرابط هتدخل من خلال الرابط تمام وبشكركم على الدعم اللي جاي على الكورس الخاص بكراكس طبعا قلنا نمسحه عشان القواعد بتاعت يوتيوب وكده وعشان اي مخالفه تيجي على القناه تاني القناه تتحذف تمام فهيتم حذف الكورس وان شاء الله هنبرمج لكم تطبيق التطبيق دوت هتلاقي فيه كل الكورسات اللي هتنزل سواء هتنزل مقدماتها على يوتيوب او هتنزل كلها على التطبيق دوت تمام كل حاجه هتلاقيها عندك وهيتم الشرح ان شاء الله في فيديوهات قادمه سواء على يوتيوب او على التليجرام او على فيسبوك فانت تابعني عشان يوصلك كل جديد تمام واول حاجه اول حاجه تعملها صلي على النبي وابدا معايا الشرح تمام بسم الله اول حاجه تعملها تدخل معايا على التطبيق دوت ده, ده تطبيق منصه طبعا هيظهر معاك بالشكل دوت وهيدخل معاك على المنصه تمام طبعا المنصة دلوقتي كانت محذوفة من كام يوم ودلوقتي الحمد لله رجعت تمام طبعا جوجل كانت هتحذفها بس الأنشطة اللي فيها طبعا اتغيرت وكانت الهدف بتاعها طبعا ما كانش اللي هو غلط غير أخلاقي كل حاجة كانت على المنصة كانت بغلط أخلاقي أو إنك تتوعى ويتم توعيتك من اللي بيحصل سواء على الأنظمة سواء على العمليات سواء على الهجمات فاحنا بنوعيك باللي بيحصل تمام ده هدف المنصة عموما طيب ادي الكراك تدخل معايا عليه وهتنزل تحت كده عند رابط التحميل انت طبعا مش لاقي اي حاجة عندك انا مش زار اي حاجة عندك انا التحميل روابط التحميل اهيت هتلاقيه بالشكل ده تمام عندك تحميل الكراك اهوت ده الرابط بتاعه هتمشي ازاي معاه هتضغط عليه ضغطة بس هتبص تلاقي نسخ هتضغط على فتح في المتصفح تمام لو ما لقيتش فتح في المتصفح هتعمل ايه هتطلع تاني على المنصه معايا عشان اوريك هتعمل ايه تاني لو ما ظهرتش معاك زي ما ظهرت عندي كده تمام ادخل معايا على المنصه واعمل ضغطه مطوله كده واعمل نسخ اتنسخ معاك زي ما انت شايف هترجع معايا على فين هترجع معايا على جوجل وهتيجي هنا هتروح لصق لصق وهتضغط على انتر هيوجهك لنفس الصفحه مفيش اي مشاكل تمام هتعمل ايه طبعا انت بقى مشروح لك في, في فيديو قبل كده بس انا الفيديو دوت عشان اللي هيحمله من المنصة تمام هتضغط على يس وهتصبر شوية هتشوف الفيديو الدنيا دوشة بعد ما تيجي تقفل الفيديو من هنا ثواني بس هتقفل الفيديو من هنا تمام بعدين هتضغط على سكيب تضغط على سكيب بداية. لو ضغطت على ريشم او ريشم هيرجعك تاني للفيديو واحنا مش عايزين نكمل الفيديو احنا عايزين نطلع من الاعلان اصلا تضغط على سكيب جت معاك دي بالشكل دوت هي اصلا بيبقى فيها اعلان فهو مش بيظهر ساعات تمام لكن المرة دي ظهر الحمد لله هتضغط على كلوز تمام بعد ما تضغط على كلوز هتصبر شوية هتلاقي هنا في عداد بيعد لو انت عملت الكلام ده بسرعة انا عامله ببطء عشان تتابع انت الشرح كله هتلاقي العداد هنا بيعد من صفر لحد مية في المية. حد ما اكتمل مية في المية. ودي نورت معاك بالشكل دوت اضغط عليها هتوديك لأسفل الصفحة هتلاقي هنا زر اسمه destination page خلي المتصفح عندك بالانجليزي ومتعملش ترجمة أفضل تمام هتضغط عليه هيجيلك الآد دوت هتقفله من فوق دوت الإعلان دوت طبعا غير الإعلان اللي فات دوت هتقفله من هنا تضغط عليه وهتجيلك الصفحة ديت زي ما انت شايف كده فيها اعلان وهيظهر دلوقتي تمام بس احنا لسه مظهرش. هنضغط طبعا على يس هنا عشان يظهر لنا اعلان مكافأة وانت عايز تتخطى عادي اضغط هنا ودلوقتي الطعم دي. مانجا اضغط على سكيب تمام ضغطنا على سكيب وهنضغط على كلوز الاعلان هنا زي ما انتم شايفين كده مظهرش. ظهرش تمام وادي العداد اهوت بيعد تمام هنخلص وهنروح ضاغطين على ديت خلص اهوت وهي اتظبطت نضغط عليها وهنضغط على الزر دوت عشان نطلع الصفحة اللي بعديها هما بالظبط أربع صفحات زي الصفحة اللي أنت شايفها دي تمام أربعة وهيخلص معاك هتضغط هتضغط طبعا الترجمة هي زي ما أنت شايفها كده الغيها على طول ما تترجمش يا يعني إما تستنى شوية هي هتروح يا إما شوه يقول لك انا تمت أزال ازالة الاعلان تفاصيل والكلام دوت مالكش دعوه بيه تمام هتظهر الصفحه ديت تمام هتروح برضو دايس على كلوز وتقفل الاعلان احنا اتعودنا على الخطوات تقفل الاعلان وتضغط على كلوز وتصبر شويه هتطلع فوق بقى هتستنى الصفحه ديت لما تخلص تمام هي خلاص خلصت انا معاك من الصفر لحد لما نخلص الفيديو دوت يا اما هتلاقيه على يوتيوب يا اما هرفعه على موقع تخزين سحاب والفيديوهات بتاعتها تتنشر على القنوات بتاعتها على التليجرام والفيسبوك بس الافضل ان انا لك على يوتيوب عشان يبقى الشرح صريح معاك تمام هتضغط على كونتينيو وده هيبقى المقدمه بتاعت كورس الكراكس رات تمام اي فيديو قبل كده ممكن احذفه وممكن اسيبه لك تمام انت تضغط طبعا هنا وهتضغط على الزر دوت زي ما اتفقنا وهتيجي هنا تمام شايف ديت تصغرها كده او تيجي هنا وتروح عامل موقع مصمم للكمبيوتر عشان تظهر كانك فاتح من كمبيوتر هتصبر شويه لحد لما يحمل الاعلان ما حملش معاك حمل بالشكل ده وتقفله تقفله من هنا اعمل سكيب وتجي هنا وتروح دايس على دي تمام وهتصبر شوية لحد لما الإعلان دوت يخلص أو الشريط دوت يخلص تحميل طبعا في إعلانات هنا ظهرت زي ما انت شايف عشان الصفحة أصلا مصممة للكمبيوتر الصفحة بتاعت الإعلانات ديت مصممة للكمبيوتر مش للتليفونات فأنت تضغط هنا على التلات نقط دول ثواني بس عشان يبقى بوضوح هتضغط على التلات نقط دول هتضغط هنا وعندما ما تضغط هنا هتروح جاي هنا انت طبعا عملت ريفرش للصفحه هتضغط على دي لو لقيتها متفعله صح سيبها لو ما متفعله تفعلها تمام هتلاقي الصفحه رجعت معاك كده تضغط على يس وهترجع لان ده اعلان وهيظهر لك الاعلان دوت برده اقفله الاعلان دوت برده اقفله وهتيجي تدوس على كلوز هتضغط هنا هتنزل هتضغط تاني وتقفل كل الاعلانات اللي تظهر لك هتصبر شويه هدينا معاك لحد الاخر ظهر لك هنا الرابط بتاع الجهاز تقريبا تمام انت بقى متنساش تنساش تصلي على النبي وتضغط هنا على متابعه انت ضغطت على متابعه ده اعلان وداك على ميل بيت زي ما انت شايف كده ده اعلان هيوديك هنا على ميديا فاير هتضغط تحميل هيبتدي معاك التحميل امين يا صاحبي امين عندك الرابط التاني نفس القصة الرابط دوت نفس القصة يا اما تضغط هنا مطول كده تصبر بس شوية لحد لما تحمل دوت اعلان ترجع تمام هي حملت معانا هتنزل بقى تحت هنا على متطلبات التشغيل هتعمل لها نفس القصة يا اما تضغط على نسخ وتفتحها من جوجل يا اما تضغط على فتح من المتصفح على طول تمام وتكمل بقى نفس القصة اللي احنا كنا فيها زي ما قلت لك هم اربع صفحات بالظبط وهتلاقي جاب اللي هو متابعة وتمام زي الفل ظهر لك اي صفحة غير الصفحات اللي انا قلت لك ان تظهر لك ترجع على طول عشان دوت اعلان زي ما انا قلت لك زي ما قلنا على ميل بيت كده او اي موقع امارة عموما هو مش شرط ميل بيت بس هو على حسب الشركة اللي هو حاطط منها الاعلانات تمام ودوت طبعا المقدمة بتاعت الكورس هخلي لك المقدمة ديت لوحدها وهي هخلي لك طريقة التحميل هنا تحت الرابط ده على طول هتلاقي طريقة التحميل وهتلاقي الرابط زي ده هو تحت منه أو هتلاقيه عبارة عن فيديو زي ده هو. تفتحه كده عادي بشكل طبيعي يفتح عندك أو زي ما انت شايف زي ما انت شايف كده يفتح معاك زي الفل تمام بس يا اخواتي لحد هنا بقى تكون انتهت حلقتنا اشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ما تخلص الفيديو ما تنساش قبل ما تطلع من الفيديو تشترك في القناه وتشير عشان الفيديوهات اللي على القناه تتمسح ولو ما لقيتش دعم مش هنزلها في التطبيقات فانت دعمني عشان ادي لك محتوى اعلى من اللي بينزل كمان على القناه تمام اشوفكم في فيديو جديد شكرا ليكم كلكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته